فضيلة الشيخ، يلاحظ على الإخوة أو على بعض الإخوة عندما يقفون للصلاة خلف الإمام يترك بين كل واحد منهم فراغ مع أخيه، فهل من كلمة توجهونها في كيفية تسوية الصفوف كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، تسوية الصفوف المراد به تعديل الصفوف، ما يكون فيها عوج، ما يكون فيه داخل وخارج، بل يكونون كلهم متساوين متحاذين في المناكب ومتحاذين في الأكعب، أكعب رجليهم تحاذية ومناكبهم متحاذية حتى يكون الصف معتدل.